هناك معانا الدكتور عاطف العواملي من جامعة البلقاء. أهلا وسهلا بك دكتور. إبراهيم يسعد مساك دكتور، وأهلا وسهلا بك. بحييك وبحيي ضيوفنا دكتور حسين الخزاعي ودكتور طارق. حياك الله. هلا بالدكتور. أهلا وسهلا. مداخلتك دكتور عاطف. والله أنا في عندي ثلاث نقاط بدي أحكيهم سريعات. وأول ما بدي أحكي بدي أوجه تحية تقدير واحترام للأستاذ الدكتور رضا الخوالدة، الذي لم ينصاع إلى أي ضغوطات ولا أي واسطات من أجل رجوع الجامعة عن قراراتها. نعم. بهذا الشأن عن عنف الجامعة. عن عنف الجامعة. هذا إحدى الإشكاليات التي سببت في تزايد عنف الجامعة سيدي. يعني الجامعة تصدر قراراتها بحق طلاب مخالفين مارسوا أحد أشكال العنف الجامعي، وبعد فترة بتتراجع الجامعات من خلال ضغوطات تمارس على الرئيس على العمداء ومن ثم الرجوع عن هذه القرارات. فهذا ساهم مبدئيا في انه تعطي فرصة لمن تسوي له نفسه في ارتكاب العنف الجامعي. النقطة الثانية بدي يعني اشير لنقطة مهمة جدا، انه في حلول سيدي، وذلك من خلال انه في قام عدة باحثين باعداد دراسات وابحاث حول هذه المشكلة وتوصلوا الى عدة نتائج ولعدة توصيات مهمة. لكن للأسف من الجهات المهتمة المعنية ذات العلاقة بالنسبة للعنف الجامعي مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، الجامعات نفسها، للأسف لم تتبنى أي توصيات وردت في هذه الأبحاث وهذه الدراسات. والدكتور حسين الخزاعي أكيد بعرف شو أنا بحكي، وممكن أنه نفسه برضو عمل أبحاث على هاي المشكلة. يعني على الرغم من أنه بعض هذه الأبحاث التي قدمت يعني وجه إليها دعم مادي، يعني الجامعات دفعت عليها فلوس. نعم صحيح. ومن ثم تم ركنها على الرف، ولم يتعرض أحد رؤساء الجامعات أو أي جهة معنية تعليم عالي أو التربية أنه يا جماعة شو كتبوا هالباحثين خلينا نشوف. صحيح. النقطة الأخيرة اللي بدي أعرج عليها والله يا سيدي، أنه هذا العنف الجامعي هو بالتسمية، تسمية هاي مغلوطة، فهو إفراز مجتمعي وليس جامعي فقط. أساسه نعم. الأسرة وأساسه نعم. المدرسة. نعم. فالطالب عند قدومه إلى الجامعة يكون مكتمل التكوين الفكري نسبيا. نعم. والعنف مترافق معه، وأنا هذا أشار إليها تقريبا دكتور طارق وأنا بأيده بهذا الحكي، وخصوصا هذه النواحي. بالتالي الجامعات مهما بذلت من مجهود برأيي لن تستطيع أن تغير من هذه الجوانب. نشكرك دكتور على هذه المداخلة وهذه المعلومات القيمة، ومداخلة علمية من الطراز الأول، ولكن هنالك ضغط الاتصالات، وسندع الضيوف الأكارم يجاوبون على أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم. الدكتور حسين خزاعي، دور الأسرة كما تحدثنا في أن تنشئ جيلا عنفوانيا أو جيلا متسامحا طيبا، ما دور الأسرة في الحد من ظاهرة العنف الجامعي؟ وأنا بالتأكيد يعني أول شيء بدي أشكر المتصلين الدكتور عاطف والأخ اللي تحدث، معلوماتهم كثير قيمة وملاحظاتهم مهمة جدا. بس خلينا نحكي الآن، كل الجامعات تتمنى أن لا يأتيها طلاب عنيفين، ولكن للأسف الآن في طلاب، وهؤلاء بيكونوا مروا في سلسلة من العنف. نعم. السلسلة اللي من العنف بدأت في الأسرة. نعم. وخاصة إذا كانت الأسرة تمارس العنف وبشكل خليني أحكي بشكل قوي. إحنا الدراسات الأردنية اللي عندنا 70% من الأطفال، وهذه دراسات إدارة حماية الأسرة ودراسات أردنية معتمدة، 70% من الأطفال يتعرضوا للعنف والعنف الشديد داخل الأسرة، وسواء كان هذا العنف لفظي أو كان العنف جسدي. نعم. أو كان في حرمانات على شكل حرمان داخل الأسرة. الآن الأسرة مجرد ما يروح الابن داخل المدرسة، وهنا بقول كمان الابن إذا راح للمدرسة، السلوكيات السلبية التي تصدر من الأسرة تجاه الابن، يعني أول، وهذا شيء لمسناه أنثروبولوجيا داخل الأردن، الأم أول نصيحة بتوجهها لابنها لما يروح على المدرسة، كون زلمة، كون اصقرت، اللي بحدك إذا ضربك وضربه ما تسكت له، خذ حقك. نعم. دير بالك، وعلى حدا يعتدي عليك، وعاد بدال ما تسلحه بقيم صحيح. قيم. نعم. التسامح قيم والمحبة. نعم. والتسامح. نعم. الشريف والتعاون، الإيثار، التعاون بشكل كبير جدا، العمل بروح الفريق، خدمة المدرسة. صحيح. الآن داخل المدرسة، وهذا شيء خطير جدا، داخل المدرسة الدراسات اللي أجرتها وزارة التربية والتعليم، ها وأنا أتحدث عن مصادر حكومية، 40% من الطلاب يضربوا بالعصا. نعم. يضرب بالعصا،
39% من الطلاب يعاقبوا بالحرمان بخصم علامات عليهم أو بتوبيخهم أو بطردهم من المحاضرات. الآن إحنا بنطلع إلى مرحلة، هذا طبعا بصاحب الطلاب، إلى مرحلة التوجيه. نعم صحيح. في بعض الطلاب الآن بعد مرحلة التوجيه الآن بصير في عندنا دخول للجامعة، وهي قصة طويلة. الدخول للجامعة الآن كيف؟ مثل ما تحدث الأخ وأنا بقولها أيضا بأمانة، 42% إلى 46% بدرس حسب رغبته الطالب. أنا بدي التخصص الفلاني بالجامعة الفلانية بدرس حسب رغبتي. نعم. الآن 60% من الطلاب لا بدرس إما حسب قبول الموحد، قبول التوجيهي، موازي يعني موازي. نعم. وهذه القضايا الثانية. صحيح. فهو بيدخل على الجامعة أول إشي زعلان من التخصص أو زعلان من الجامعة، وخاصة إذا كانت الجامعة بعيدة عنه ولا توفر له القضايا. الآن هذا كلياته خليني أحكي سلسلة مر فيها، ولكن مجرد دخول الطالب إلى أسوار الجامعة وأخذ رقم جامعي وسجل في هذه الجامعة الآن يصبح دور الجامعة. ما هو دور الجامعة الآن؟ دور الجامعة، وتفضل الدكتور وقال في هناك أنظمة وفي تعليمات وفي قوانين صارمة. اسمح لي هنالك اتصال، عندنا ضغط اتصالات، نستقبل اتصال من محمد رقبات. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. الله يسعد مساك. يسعد مساك، مداخلتك والله بس على السريع أستاذ محمد. الله يسعدك. أنا أول شيء يعني متابع الحلقة وبشكرك على البرنامج. حياك. بتطرق على أبواب كثيرة، أسباب إحنا بنحكي عن أسباب العنف الجامعي. الأسباب العنف الجامعي رئيسية كثيرة، من ضمنها الانتخابات الداخلية اللي في الجامعة بتصير، والسبب الرئيسي هو المشاكل العشائرية، وإنه فلان أنا هاي حطي وهي بالنسبة لي في الشباب الجامعة. لكن أنا بنظري إنه السبب الرئيسي للعنف الجامعي هو نقص التربية من قبل البيت أو من قبل المدرسة. هو عنده نظرية. وصلت فكرتك أخوي محمد، أشكرك جدا على المداخلة الرائعة من شاب رائع، لكن هناك ضغط اتصالات، أعتذر من الجميع. نستقبل اتصال جديد، نقول له السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك، تفضل. الله يقويك أخوي إبراهيم، وحييك وحي كل العوام اللي معك. حياك الله، حياك حيم باك، أهلا وسهلا، تفضل مداخلتك. الله يقويك، بنمشي على الدكتور حسين وعلى الدكتور طارق. الله يخليك. وبشكل سريع، العنف يبدأ من البيئة المحلية اللي عاشها الفرد، ومن ثم الأسرة بالأصل، ومن ثم ضعف الواجع الديني، والانتقال من مجتمع مكبوت كبت إلى مجتمع مفتوح، وصراع طبقي بين الذي يملك والذي لا يملك، وعدم التقبل الرأي والرأي الآخر. لأنه معظم المشاكل إذا استعرضناهن سبب المشكلة تكون تافهة، وما بعرف شو رأي الأساتذة، والله يعطيك العافية. نعم. يا هلا، بارك الله فيك. معنا اتصال من الكرك من الأستاذ عاطف الخريشي، أهلا وسهلا بك أستاذ عاطف. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا، تفضل مداخلتك. أنا طالب في جامعة موت السنة الثالثة. نعم تفضل. أحب أقول لك شغلة بسيطة، أنه من أمن العقوبة ساء الأدب في جامعاتنا. نعم. من أمن ما في عقوبة رادعة. لا يوجد هنالك روادع صارمة تحد من هذه الظاهرة. صحيح. ما في يعني قبل فترة هي جامعة موت أخذوا 70 طالب، أخذوا إنذار نهائي، وفي ناس أخذ فصل، فاجأنا أنه جاب واسطة وشطم. أشكرك جدا، فكرتك وصلت أستاذ محمد الخرشاء، أشكرك جدا. نكمل مع الدكتور طارق الحموري. دكتور، هنالك مبادرات أطلقت كثير عن العنف الجامعي، وجاب في خاطرنا مبادرات أردن أقوى من الأردن، أقوى بشبابه، ومبادرات كثر، لكن لم نلاحظ هنالك التغيير الجذري، أو لم يضعوا أيديهم على الوجع بطريقة سليمة. هل كانت هذه لها جوانب إيجابية وسلبية، أم أنها كانت منصات يعتليها الأشخاص لمصالحهم الشخصية؟ يا سيدي، زي ما حكينا بالبداية، أسباب العنف الجامعي متعددة. نعم. للتعاطي مع المشكلة، لحل المشكلة هاي، بدك تتعاطى مع أسبابها أو تجد حلول أخرى بديلة عنها. نعم. يعني حكينا أنه من أسباب العنف الجامعي طبيعة المجتمع اللي بتكون فيه الطالب. صحيح. قبل المرحلة اللي بيوصل فيها للجامعة، بالأسرة، بالمدرسة، مع زملائه وأصدقائه خارج المدرسة، بالمجتمع اللي بيعيش فيه داخل مدينته أو قريته أو حيه.
زي ما تفضل الدكتور، ثم يأتي إلى الجامعة. بالمرحلة اللي بيوصل فيها للجامعة جزء كبير من شخصيته بيكون تكون. نعم. بس يوصل على الجامعة يمارس العنف، قد يكون تأثر ببعض من زملائه اللي موجودين داخل الجامعة، أو قد يكون يعني أتى حاملا لمنظومة من القيم ومنظومة من الممارسات كررها داخل الجامعة، ولكن المجتمع في المجتمع أكبر داخل الجامعة، في تعدد بالناس اللي بيشوفهم داخل الجامعة أوسع صح. من المجتمع اللي كان عايش فيه. نعم. الآن للحد من هذه الظاهرة هنالك أمور يجب أن تقوم بها حتى داخل الجامعة. أولا تطبيق القوانين، الإخوان اللي تحدثوا حكوا حكي كلنا بنحكي فيه، تطبيق القوانين بصرامة. نعم. وإشغال الطلاب، مش إشغالهم عن دروسهم، ولكن هنالك متسع من الوقت للطلاب. نعم. يجب إشغاله باهتمامات لهم. الطلاب عندهم اهتمامات متعددة صحيح. مش متساوين باهتماماتهم، منهم من عنده اهتمام رياضي، اهتمام ثقافي، اهتمام اجتماعي وما إلى ذلك. احنا رأينا تجارب مميزة، أنا بقول لك عن تجربة عشناها بكلية الحقوق بالجامعة نعم. الأردنية. بكلية الحقوق كل انتخابات من 12 سنة على الأقل عشتها كان فيها يعني بنسب متفاوتة من المشاحنات، بعضها وصل إلى درجة العنف، بعضها لم يصل، ولكن كان هنالك توتر كبير والطلاب مشحونين بشكل كبير. نعم. الانتخابات اللي فاتت لطلاب كلية الحقوق، أولا أجرينا مناظرات بين المرشحين، مرشحين كعادة كلية الحقوق بيكون في عندك ناس بيمثلوا عنده برنامج، ناس بيمثل منطقة جغرافية معينة وما إلى ذلك، أجرينا مناظرات بين الطلاب على صحيح. برامجهم اللي نعم. اللي مترشحين على أساسها. نعم. أجرينا برامج أخرى قبل حتى الانتخابات، أجرينا برامج للطلاب، ببرامج ثقافية داخل الكلية مكنت الطلاب من الانخراط بأعمال أخرى دهم مستقبلهم، ووضحنا نعم. لهم أهمية هذه البرامج لمستقبلهم. كان الكل متفاجئ، لم نشهد أي حالة عنف جامعي داخل الجامعة الأردنية، مش بس كلية الحقوق، السنة الفاتت الانتخابات الفاتت. نعم. لذلك هاي هي الموسم الحرج، يعني هو بصير مش بس بالانتخابات، ولكن بحكي لك عن واحد من أحرج المواسم بالجامعة هي الانتخابات. صحيح. للحد من العنف الجامعي لابد أن يكون هنالك جدية بتطبيق العقوبات. نعم. جدية قد يكون هنالك هاي تجربة احنا كمان طبقناها مؤخرا، عدم التراجع عن العقوبات. نعم. ولكن اليوم الطالب اللي بيرتكب عنف جامعي بالجامعة الأردنية لما يروح عند الدكتور على كلية الدكتور، هذا مش هذا تعود هذه الممارسة، ولذلك نعم. الأصل أن الدكتور يكون عارف أنه جاي يطالب بهذه الممارسة. اسمح